الدقائق الباقية القليلة جدا، أسأل الله أن يبارك فيها. الأخ يسأل عن لعله يعني إنجاز التعبير، أخ عنده وسوسة لأنه يقول نفسي، أشعر أن نفسي في شيء والناس ربما تتأذى. المصلون يقولون له ليس هناك نفس مؤذي أو نتأذى منك. الطبيب طبيب الأسنان قال ليس بك شيء. ممتاز. فهل له بهذا الشعور الداخلي النفسي جدا أن يترك صلاة الجماعة لأنه يشعر أن الناس تتأذى منه؟ هو أولا طرف الحديث الأول أن من ظهرت منه الرائحة ويتأذى بها المصلون نعم يترك الجماعة، ده إن ثبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجده، وأمر النبي رجلا أكل البصل أن يخرج إلى البقيع لأنه سيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. طبعا العمالة والدخان كل هذا يدخل في هذا الباب حتى يزيلوا هذه الرائحة. أما الأخ السائل إسقاط الفتوى على العين، الأخ السائل هذه وسوسة. وسوسة. إياك أن تتبع ذلك لأن هذا سيقعدك بعد ذلك عن الصلاة في المسجد، ويمكن أن يدخل لك في أمر آخر أنك تؤذي الملائكة لا سيما إذا اطلعت على هذا الحديث ويقعدك عن الصلاة. لا تسمع أنت، الحمد لله جاءتك البينة من طبيب مختص وقال لك ما في رائحة، الناس تصلي بجانبك قالت ما في رائحة، إذا هذه وسوسة لا تسمع لها، وابقى في المسجد في الجماعة يحفظك الله لا فعلا، تجلس تنتظر الصلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ولك ما لك من الحسنات الجبال. نعم.